مدى بي نعرج على الأحداث العامة، سجلت دي ميمو بيان سور باش ما ننساش، دونك سجلت دي ميمو وراح نعلق عليهم رابيدمون. بصح قبل ماذا بيا نقول حاجة، وهذا نداء، مش راح نقول نداء، سي ان ابل à tous ceux qui se disent militants politiques. Arrêtez le mensonge. حبسوا الكذب. حبسوا التلاعبات. N'essayez pas d'être des manipulateurs نتاع الشعب ولا تلعبوا بعقول الشعب، لأن العدو نتاعكم أقوى منكم في هذه اللعبة، في هذا المجال. لا بروف، كل ما تحبوا تعملوا اون اكسيون تاع كذب با يحشيها لكم. الزلزال ما شفناهش، ولا ديكلاراسيون تاع هذا اللي كان قائد الاركان اللي سميوه لجودان شاف بن ويرا قائد الاركان وقت القايد صالح، ما شفناهمش، والتلاعبات كل ما شفناهش. بون بريف، عياني الامر هذا باش نحكي عليه، تلمو غبي غباوة كبيرة، غباء الناس اللي جابتو. مي مادا بيا نسمع لي ميمو تاعي باش ما ننساش ونعلق عليهم. اولا نسمعو الاستاذ المناضل العظيم ربع قرن عنده نضال، يقول احنا مستعدين ما نزيدوش نبينو التسريبات لكن تلقوا لنا 10 حراكيين اكبر اخدوها واكدوبة ولا مخادعة واكدوبة سياسوية. علاش؟ لانه فهم بلي هاد التسريبات المدرحة وشي اللي داروه ما مشاش، ما صلحش، ما يمشيش، ما حرك والو، ما نوض شعب، ما نوض غاشي، ما نوض حياة في الجيش، ما دار زلزال. قالكم بفمو هم يقولوا السفهاء، لا وقت القايد صالح تيتي مام ديبلاسي لومباساد بور دوموندي ان باسبور، جات بون قلت نعطيوها 10 ايام. يعني انت راك موجد الشتاء وموجد السراج، غير يقولوا لك فونس. بون هنايا سمعنا المناضل العظيم اللي جاب لنا بصفه حصريه اون اكسكلوزيفيتي لي ديكلاراسيون دو شيف ديتا ماجور دو في، يعني قائد الاركان الحقيقي اللي هو لجودان شاف بن ويرا. وش يقول؟ يقول النظام هذا نعطيكم حتى الغدوه، بيان سور انا سمعت هذه يعني البارح ولا البارح، وسنيت كيما الشعب بكل بالك النظام يردخلو ويعطيها 10 حراكيين. النظام قالوش طم مارد تسمعش به كاع. السيد هذا وقيل صح كيما قالوا ناس، المشكل نتاعو قداه يسمعوه في يوتيوب وقداه يدخل دراهم من يوتيوب. موش مناضل سياسي حقيقي وموش ثوري حقيقي، لانه النظام الجزائري ما يتحاورش. النظام الجزائري عنده سياسه كيما تاع الروس، كون دير لهم بريز دوتاج يقتلوا الناس الكل، يقول كي يطلعوا عند ربي يتفاهموا. ما فهمش بلي النظام الجزائري اللي حاكم الجزائر ما يعرفش النيغوسياسيون. النظام هذا اما تفجروا اما يفجرك. دونك السيد هذا لعبتوا لعبة مع التراك مع لي سيرفيس سكري ترك، بصح ما تعرفوش لا ناتور دو ريجيم الجيريان، ني نتوما ني لي ترك داير، هما وفهمتهم غابت عليهم هادي، وخاصة الخاصية المجتمعاتية للشعب الجزائري. ما تحركوش حاجة كيما هادي بس قابل حوايج كثر منها، عايشهم يشوف فيهم كل يوم. دونك اللي يحب يتحاور قالك نعطيهم 10 ايام يخرجوا لنا 10، نعطيهم الغدوة يخرجوا لي 10 حراكيين. يسمعوا بك انت يا حسرة يا حسرة يا حسرة، قالوا كانوا سلاطين وزراء ماتوا قبل وعزاهم. يا ولدي
صوت اخرى مشاركه معاهم مع رشاد قال لك على تبون في زياره رمزيه سي نورمال رمزيه حتى من ماكرون سي لو كوموندون دي فورس رمزي الى سيمبوليك اون ايتا دو غير اي ديكلار لا غير اي لا جير با سي ليتا ماجور سي لا سات اوبس سي لو كوموندون فورس كي جير لا غير حتى من بايدن في الامريكان حتى من بوتين في الروس الرؤساء عندهم مناصب رمزيه في الجيش. فوالا هذه بعض الابواق بيان سور اللي مشاركه مع رشاد في هذه العمليه الاعلاميه الاكذوبيه الكبيره اللي يحبوا بها يخلقوا نوعا ما بالك ينهضوا الحراك من ضرر جديد. الحراك مات، الحراك فض درك جايه الثوره الاجتماعيه يعني ثوره الفقر، هذه تقدر تكون ارتدادات وثوره شعبيه على الفقر ماشي على البوليتيك، على الزيت على الماء على الحليب على السكنه على على الغازوال على جو سي با كو. قال لك التسريبات نتاعنا جابت زياره للدفاع زياره رمزيه رئيس يا رؤساء الجمهوريات بكل رمزيين في وزارات الدفاع نتاعهم. ماكرون سي لو كوموندون دي فورس، بايدن سي لو شيف سوبريم دي زارمي امريكان، بصح التواجد نتاعو رمزي، يديكلاري الحرب يوقف الحرب يمد لي كود نوكليير اي اونكور ونبي نوصلين عليه. لا جيستيون دي زارمي ما يديريجيهاش، لا استراتيجي ما يديريجيهاش، ما يديريجي والو. او فات باش تفهموا حاجه باش ما تتبعوش البقوقو وتحلوا رسانكم، تفهموا حاجه الرياس حاليا في العشريه الاخيره هذه ما ولاوش رياس، ولاو دي بورت بارول نتاع دي زادمينستراسيون. يعني ماكرون سي لو بورت بارول دو لادمينستراسيون فرونسيز، بايدن سي لو بورت بارول دو لادمينستراسيون امريكان، اي انسي دو سويت. لازم تفهموا حاجه باللي الدول المتطوره هذه رئيس الجمهوريه ما ولاش عنده صلاحيات فريمون كبيره ولا يقدر هو يحارب سكون ابل لي زانستانس بيرمانونت. واش معناتها؟ معناتها رئيس الجمهوريه يجي بورا موندا تاع 5 سنين ولا 7 سنين ولا 6 سنين، كيقلع يولي رئيس الجمهوريه اون ريتريت. بصح كي جا لقى هيئات كي راح خلاهم ما يبقى في الواد غير حجارو. رئيس الجمهورية دركا كاين حتى رئيس الجمهورية اللي يخدم في ار بي يعني كوميرسيال يبيع سلعة بلادو. بون بره